ربنا يبارك لصاحب الوصفة دي. بجد عم إبراهيم الراجل الطيب كان شغال في معمل كده للمخللات، وأخدت منه الوصفة دي ليا أكتر من 10 سنين بعملها بالطريقة دي. النهاردة كده هديكوا طريقة الليمون المعصفر، سواء الليمون العادي أو الليمون الأطلية، ازاي تعمليه وازاي يطلع معاكي مش ممرر، وكمان الدقة بتاعته، وازاي تظبطي الملح، كل تكات الليمون المعصفر في الفيديو ده النهاردة. بس ما تنسيش تشجعيني بالمتابعة، واعملي لايك واعملي سيف للوصفة، واعملي مشاركة على صفحتك لكل اصحابك وحبايبك، عشان بجد هتندمي لو ما اخدتيش الوصفة دي عندك. كل اسرار الليمون النهاردة في الفيديو الصغير ده. وما تنسيش دعوة حلوة كده لاخواتنا واولادنا وامهاتنا في فلسطين، الشتاء دخل عليهم، ربنا يفرج همهم وييسر امرهم، لعل دعوه حد فيكم تكون سبب فرج ليهم. يلا بينا نبدا، بسم الله، وحط اللايك، ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه كده الليمون بتاعي غسلاه كويس قوي، حل على النار. تعالوا نشوف الليمون، لازم الليمون كده سواء الليمون العادي او الايطاليه يكون الليمونه كده تكون مدوره وتكون ناشفه، بلاش تجيبي ليمونه تكون ضربه او فيها اي عيوب. السر بقى اللي هيمنع المراره، هحط 3 معالق كبار من الخل في سليق الليمون، واحط 2 معلقة كبار من الملح، وده هيسحب مني اي مراره. تاني حاجه، ما تفتحيش الليمون عشان ما ينزلش المراره بتاعته في الميه دي، عشان هنحتاجها ان احنا هنعمل بيها الدقه بتاعته. تاني حاجه، اول ما يتسلق هياخد معاكي ربع ساعه بالظبط على النار. تعالي نحضر الدقه بتاعته. اول حاجه كده عندي عصفر، حبة البركة، واحط كده 3 معالق كبار من الملح، مقدار كيس من الصغير ابو 2 جنيه، واحط كمان 2 معلقة كبار من هريسة الشطة. الليمون بتاعك هتحددي السوى بتاعه بالظبط على قد ما انت هتسلقيه، يعني لو انت عايزة تاكلي بسرعة هتسلقيه لمدة نص ساعة. طيب لو انت كده عايزه تاكليه مثلا تخليه رمضان يقعد 2 أو 3 شهور، هنسلقه بس كده لمده 10 دقائق او ربع ساعه. واسهل طريقه كده ان انت تفتحي بيها الليمون، اجيب السكينه المشرشره دي اللي بيكون لها بوز، بتسهل عليا قوي. الليمون ده يا جماعه اقسم بالله كل اللي ياكله من عندي عايز الطريقه بتاعتي. دولت كده لاصحاب جوزي من ساعه ما اكلوه مع جوزي وهم كل يوم يقولوا له عايزين ليمون من اللي مراتك كانت عاملاه، فالليمون ده هديه ليهم، فعشان كده انا عملته كده. البرطمانين دول الاتنين من صحابه ب1000 هنا، اتمنى بجد انه يعجبهم. الليمون ده كده معتمده ليا اكتر من 10 سنين. هتبتدي بقى تفتحيها كده لغايه النص كده، وتحشي بقى العصفر والحاجات الجميله اللي معايا. اتبقى معايا كده 2 معالق 3 من المكونات دي، ازود عليهم 2 كبار من هريسه الشطه. هريسه الشطه طبعا بتكون حاميه فبتسحب المراره اللي فيه، واحط كمان 3 معالق كبار من الملح. طيب انت لو مش عارفه تظبطي الملح بتاعك هقولك تعملي ايه، بس اكمل المكونات. حطيت كمان 1/2 كوباية من الليمون المعصور بصفيه من البذر، وربع كوباية من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر. السكر بيخليه يعيش معاكي لأكبر فترة. وهنا مية الليمون بتاعي هزود بيها المية، زي ما انتوا شايفين زي الفل، ما بتقلقوش، ما تدي اي مرارة ولا اي حاجة. زود بقى، ويلا حط اللايك لو وصلت معايا لغايه هنا. الفلفل هنا عندي فلفل احمر وفلفل اخضر او اي نوع عندك، لما بتكون حامي بيسحب معاكي كده المراره كمان اللي في الليمون. عندك برطمان مغسول وناشف كويس جدا، وده سبب من اسباب نجاح المخلل بتاعك، انه ما يعملش كده ريم من على الوش، او انه يبوظ منك او يتهرى. احط كده 2 قرن من الفلفل، رصيه بقى بالشكل ده. يسعدني اعرف بتتابعيني منين، والفيديو ده هيطلع من اسكندريه يوصل لغايه فين. اتمنى تحط اللايك لانه بيفيدني جدا، ولو تعليق بسيط منك عشان كمان يوصل لكل اصحابنا وحبايبنا واهالينا في كل مكان. ابتدي بقى احط الدقه بتاعته. شايفين يا جماعه لون الدقه؟ نسيت اقولك لو انت مش بتعرفي تظبطي الملح، هاتي بيضة كده، وبعد ما تحطي المية وتدوبي الملح حطي البيضة. لو البيضة دي طلعت كده فوق
يبقى الملح بتاعك مظبوط. لو نزلت لتحت زودي ملح لغاية البيضة ما ترتفع معاكي، معلقتين من الزيت وده هيمنع دخول اي هواء فيه. وحط كمان كيس كده من على الوش واقفل البرطمانات دي كويس قوي. بس ابتدي بقى اعمل حركة تانية عشان اضمن ان مفيش اي هوا هيوصله. اقلبه كده لمدة ساعتين وبألف هنا احلى مخلي الليمون ممكن تعمليه. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش المتابعة واللايك والشير.